غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول أو الاستفسار الأول إن هو طبعا زي ما هم بيزعموا إن الإله تجسد وتأنس في صورة إنسان ومات عشانه مع الصليب، لماذا لم يرجع الإله في الصورة اللاهوتية كما كان عليها من قبل؟ السلام عليكم. السؤال ده الرد عليه في تسجيل على اليوتيوب يرد على الكلام ده، الله يمسيه بالخير أخونا الصقر المغربي سجله اسمه متى كان يسوع إله، متى كان يسوع إله، الله يمسيه بالخير يا أخونا صقر، الله يمسيه بالخير، كان ممتاز. بص يا أخي الكريم، السؤال المطروح بقى يا أخي الكريم، شوف أنا يعني ريد فريز كوتشن، عيد سيارة سؤال حضرتك، هو نفس السؤال تقريبا بس يعني عاد السيارة. هما طبعا زي ما حضرتك تفضلت بيؤمنوا إن يسوع كان إله كامل وإنسان كامل. تمام أخونا المصري، إنسان كامل وإله كامل. كلام جميل. بيؤمنوا إن المسيح كان على الأرض عندما كان يصلي ويصوم ويتعبد، كان بيعمل هذا الكلام في حالته النفسية لأنه كان متجسد. تمام؟ طيب. السؤال المطروح بقى، يعني يسوع على الارض كان ليه اله؟ ما هو بيصلي للاب وبيصوم للاب وبيطلب من الاب، بيقول لك نعم هو انسان كامل واله كامل، لما كان بيعمل هذه الاشياء كان بيعملها لله الاب. تمام يا اخي الكريم؟ تمام. وممكن يقول لك رد علينا تاني يقول بيعلمنا. وموضوع التعليم ده فيه مشكله، لماذا؟ ازاي يسوع يعلم الناس الصلاه وهم نايمين؟ ازاي يسوع يعلم الناس الصلاه وهم نايمين؟ ارجع حضرتك لما راح صلى جثيمان وقال لهم انا راح اصلي، صلي ثلاث مرات هم نايمين، بيعلم النايمين؟ ده ناس نايمه وكل ما يروح يصحيهم تلاقيهم نايمين، يعلمهم ازاي؟ هو بالظبط كده كان بيروح يصلي منفرد في الجبل، ده مش كده كمان، ده يسوع كان اللي هو بيقيم الليل وقضى الليل كله في الصلاه لله، كله all the night long لوحده على الجبل لوحده. طوال الليل بيصلي لله، وخد الليل كله بيصلي لوحده على الجبل لوحده، ولك اصل بيعلمنا. طيب مشكلة النقطة هنا بقى الأساسية إيه؟ إذا يسوع كان الأرض لإله، طيب هل الكتاب المقدس يثبت هذا الكلام؟ طيب إحنا بقى نرجع لإيه؟ يعني قبل حوار أو أي شيء من هذا القبيل نضع أساس للحوار ده. المسيح صلى الله عليه وسلم عندما صار رئيس الكهنة عن إيمانه وعن تعليمه قال انا كلمت العلانيه، انا علمت كل علم في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي السر لم اتكلم بشيء. تمام؟ اذا هو قال ايمانه عقيدته تعليمه قالها في العالم. المسيح يقول من فمك ادينك اي العبد الشرير، يعني لابد كلام من فمه. المسيح قال ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، يعني وصيهم لابد يكون وصيهم وصاياهم. بولس نفسه بيقول ايه؟ انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب اركان العالم وليس حسب مين؟ وليس حسب مين؟ اللهم امين يا اخي الكريم واياكم، وليس حسب المسيح. بولس لخص العقيده كلها وقال الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. تمام يا اخي الفاضل؟ النهارده ايه يا اخوة؟ اليوم الجديد الثلاث ولا الاثنين؟ معذرة يعني. اليوم الجديد. تيوزداي صح؟ طيب. تمام يا اخي الكريم؟ تمام. طيب الان يسوع هناك الكتاب المقدس يتكلم على ثلاث مراحل مر بها المسيح. المرحلة الأولى على الأرض. المرحلة الثانية الاسنشن او الصعود. المرحلة الثالثة يوم القيامة. تمام يا شباب؟ وهناك ثلاث مراحل. السؤال متى كان يسوع إله؟ مرحلة على الأرض وتكلم عليها الكتاب المقدس، مرحلة الصعود وتكلم عليها الكتاب المقدس، والمرحلة القيامة ويتكلم عليها الكتاب المقدس. السؤال المطروح متى في أي مرحلة من هذه المراحل كان يسوع لاهوت جامل وبدون إله يتعبد إليه؟ في أي مرحلة؟ في اي مرحله من هذه المراحل؟ نبحث نشوف الكتاب المقدس. ليت ذا بايبل سبيك، دع الكتاب المقدس يتكلم. ماشي. في مرحلته على الارض نسمع ليت جيزس سبيك، خلي يسوع يتكلم. يقول ايه يسوع؟
أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. يجي يوحنا الأصحاح 8 العدد 4. يبقى إيه؟ هذا أول حاجة إنسان. أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. يسوع الأرض بيقر واعترف إن الإله هو الأب، ويقول صراحة إن الأب هو الله. يقول يسوع إنجيل يوحنا 6:27 لأن الله الأب قد ختمه. من الله الأب واضحة، ما محتاجة إيه. يسوع بيأكد على الأرض برضو إن الأب هو الله وحده، وإنه رسول الأب، وهذه الحالة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ترجمة اليسوعية روعة. والحياة الأبدية خد بالك معرفة تنقسم إلى شقين. الشق الأول أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، وإيه؟ ويعرف الذي أرسلته يسوع المسيح. زي بالظبط، ما في فرق بالظبط، زي الشهادة الإسلامية. إحنا الشهادة بتاعتنا إن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله الأب ويسوع رسول الأب. طيب يسوع على الأرض كان نبي، يسوع على الأرض كان نبي. بقول إيه يسوع؟ إنجيل لوقا 11:33 بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج على الشريف. بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي. بقول عن نفسه يسوع بيأكد أنه رسول الله، يعني أكد أنه نبي، أكد أنه إنسان، أكد أن الأب هو الله، بيأكد أنه نبي. يقول يسوع هذا هو عمل الآب أن تؤمنوا بالذي أرسله. هذا هو عمل الله الآب، عمله أن تؤمنوا بالذي أرسله. أعتقد يمكن إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 6:19 شيء من هذا القبيل. هذا هو عمل الآب أن تؤمنوا بالذي أرسله. تمام؟ إذن يسوع يؤكد هو إنسان، يؤكد هو نبي، يؤكد الرسول. يسوع كمان يؤكد 6:29 بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد والشكر. يسوع كمان بيأكد إن الله الآب هو رب السماء والأرض. يقول يسوع أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. إذن يسوع أكد على الأرض إن الأب هو الله، أكد على إن الأب هو رب السماء والأرض، أكد إن هو نبي، أكد إن هو رسول، أكد إن هو إنسان. تم انتصر. الآن قالوا إن متى كان يسوع إله؟ في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عدت، كان إنسان والأب إله. يقول لك معلش أعذره، أصل ده كان متجسد. نقول ماشي، إحنا مش ما عندناش مشكلة. يعني إذا كان العملية دي راحتكم أي هاف نو بروبلم، ما عندنا أي مشكلة. طيب المرحلة، هل يسوع كان إله كامل؟ هل يسوع ما كانش إله بيتعبد؟ لا، كان إنسان برضه. والله الأب إله. يسوع يقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. صعد إنسان والأب إله، واضح، مش محتاجة تفسير. أبي وأبيكم، إلهي إلهي، ماي جاد أن يور جاد، ماي لورد أن يور لورد. طيب إذا المرحلة الثانية سيم سيم، يسوع إنسان والأب إله. هلا طب هو على الأرض؟ السؤال لا، في نقطة مهمة أنا يعني مؤاخذة نسيت أقولها كويس إنك تكتبها. السؤال المطروح حتى المفروض قبل ما أقول الأشياء دي كلها، إن بنسأل المسيحيين لماذا التجسد؟ الكل على طول هيقول التجسد لغرض هو خطيئة الأصلية، فكان المفروض إن الله سبحانه وتعالى تجسد ويصير ابن الإنسان حتى يمكن يموت على الصليب كإنسان، لأن الله لا يموت. هذا هو ردهم، هذا كلام البابا شنودة، هذا كلام القديس أثناسيوس. إذا يا إخوة كرام نقول إيه؟ نقول بالظبط التجسد ده بالظبط زي ما واحد كده الأستاذ كده ستورم راح يتجوز، وستورم ده مسكين فقير مش قادر يشتري بدلة سموكن، فراح للمكواذي اداله 10 جنيه، فقال له انا هاخد البدلة دي واروح اتجوز بها وارجع ايه؟ قال له مش مشكلة ما تأخرش البدلة، قال له لا انا مجرد بس عاوز اتجوز بها النهارده. راح ستورم ادى الراجل 10 جنيه للمكواذي، راح اتجوز بالبدلة، رجع تاني اداله البدلة. يعني ايه؟ يعني بالظبط التجسد محتاجه فقط حتى يموت على الصليب، خلاص. طيب ما هو مات على الصليب محتاج يبقى انسان ليه؟ فهمت ولا فهمتوش؟ محتاجه ليه؟ خلاص الراجل كان كتر خير ومات. فهمتوا؟ العمليه مش كوميدي، العمليه مش كوميدي. انا بديكم مثلا مثال يقرب يقرب المعنى. العمليه مش كوميدي، خلاص العمليه انتهت، خلاص الموضوع انتهى، مش محتاج تجسد بقى. التجسد كان عمليه واحده اللي هو الصلب على الصليب، لان الله لا يموت، فكان لابد ان هو ياتي بصوره انسان او الله ظهر في الجسد. قاتل، خلاص انتهت.
اذا المفروض ان هو بعد الصلاة والله اله ما فيش نسود بقى. الان صعد الى السماء برضو انسان، اني اصعد الى ابي وابيكم واله واله. طيب المفروض اخر مرحلة، المرحلة الاخيرة ايه؟ يوم القيامة. سؤال المطروح، هل الديان انسان؟ انا بسأل واحد مسيحي، هل ديان العالمين انسان؟ اقول لك لا، ازاي يكون انسان؟ هل الاله محتاج الجسم الناسوتي يوم القيامة؟ هل الاله هيصلب يوم القيامة؟ ما خلاص خلص الموضوع، خلاص خلص انتهى. اسمع ماذا يقول يسوع، من يغلب فسجعله عمود في هيكل اله ولا يعود الى خال، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء من عندنا. اربع مرات يوم القيامة الهي 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 الهي. على الارض كان انسان والاب اله، صعد الى السماء انسان والاب اله، يوم القيامة انسان والاب اله، متى يكون اله؟ الجواب كما يقول الامريكان وزفلاي، عندما تطير الخنازير، وده مستحيل من الخنازير تطير، مش ممكن تطير الخنازير. فعندما تطير الخنازير يكون يسوع اله، على الارض انسان والاب اله، صعد الى السماء انسان والاب اله، يوم القيامة انسان والاب اله، متى يكون اله؟ متى؟ فهمت يا اخي الكريم؟ فهمت؟ فموضوع الناسوت انسوه تماما. النقطة الثانية، السؤال الثاني بقى، السؤال الثاني نعم السؤال الثاني وين فكرة؟ ده انت استنى، ده انت فنزي، انت فنزي صح؟ انت فنزي، انت فنزي، بالله عليك لو فنزي خد المايك، اسألك بالله، انت فنزي، استنى، فنزي معانا هنا، استنى، ايوه، السؤال اللي سأله اللي هو بتاع اختار الانسان، والله في رد جميل، ويمكن ستورم كتبه، الله يبارك في ستورم، يمكن اعتقد ما اعرفش كتبه ولا، بس اعتقد ان هو كتبه يعني. ثواني، شوف حضرتك ارجع لايوب الاصحاح 25، رد قوي جدا على الموضوع ده. شوف بيقول ايه؟ فكيف يتبرر الانسان؟ خد بالك عند الله، وكيف يزكو مولود المرأة؟ هو ده نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينه، فكم بالحري الانسان الرمة وابن آدم الدود. لاحظوا فيه هنا حاجة يعني محتاجة كده استرس ضغط عليه. النص يقول ايه؟ فكم بالحري الانسان الرمة وابن آدم الدود. ايه المشكلة؟ خليكم معايا دي واحدة اقول لكم. لاحظوا مهم جدا. النص بيقول فكم بالحري الانسان الرمة وابن ادم الدود. السؤال انا عاوز اطرحه، العبارة دي بتاعت ابن الانسان اول ما بيخطر على بالك ايه؟ اما انا بقول كده صورة كده يعني فيشوالايز، ما بقول ابن الانسان يخطر على بالك ايه؟ جزاك الله خير، يخطر على بالك ايه؟ يسوع، برافو عليك يا تمسك على طول يسوع. طيب ممتاز، سؤال المطروح، ليه الترجمة العربية ما كتبوش ابن الانسان؟ ليه؟ لماذا الترجمة العربية كلها ابن آدم، والترجمة الإنجليزية كلها بلا استثناء ونزلوها على التكست son of man son of man son of man. اللهم آمين، son of man son of man son of man. نقدر نقول إن دي نبوءة عن يسوع، هو المعروف إن يسوع هو son of man ابن الإنسان. شوف بقى إزاي الإله سبحانه وتعالى فكم بالحري الإنسان الرم وابن الإنسان الدود. ابن الانسان الدود ده ثواني كده، يا ريت برضه الاخوه ينزلوا النص باللغه الانجليزيه. شوف الدود ده، الدود هنا بتقول ورم، ورم يعني ايه؟ ورم دي يعني حاجه كده اقل من الحشره. ورم ايه بالعربي يا اخوه؟ دوده يعني حاجه قذره، يعني ما يعني يعني لا شيء على الاطلاق. الانسان ده نصب، ابسولوتلي نصب. فسبحان الله، ازاي الله يتجسد في هذه الصوره القبيحه دي؟ مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج.